Le match était magnifique, ils ont bien joué, c'était parfait. On s'est fait huer de tous les sens, mais on n'a rien lâché. On a mis quoi? 2-0! 2-0! Tu l'as dit? On est les meilleurs, c'est la France. We're a great team. It's not only about Mbappé. Everybody did what he has to do. So congratulations to France. Congratulations to Morocco. And I think we deserve to be in final. So, and I hope we will sing Messi ciao, Messi ciao. I think the same. I think it was a great game from both teams. Very happy that we won. And I would say if we can do exactly the same score, 2-0, for next game, that would be perfect. المخابرة كانت صعبة جدا، واجهنا بطل العالم وعنده إمكانيات كبيرة ولاعبين من الطراز العالي، ولكن المغاربة لعبوا مقابلة جد حسنة. احنا الحمد لله عندنا فريق ممتاز، باقي نلعبوا في المستقبل إن شاء الله. وضد كرواتيا درنا معاهم التعادل في الدور الأول، إن شاء الله اللاعبين يديروا المجهود ديالهم والكمال من الله. هو تاريخيا كاين فرق في فوارق كثيره ما بين المنتخبين هيستوريكمون تاريخيا، ولكن هذا الفريق ديال المغربي بين واحد اللي كنسميوه بالفرنسيه واحد لامانجي، فريق اللي دار مفاجاه كبيره باللعب ديالو. واليوم كنا ناقصين، لان كان حنا القوه ديالنا هي الدفاع، والدفاع اليوم ما كانوش اللعابه الاساسيين، دونك ديجا كنا ناقصين بواحد 30%، 30% ناقصين، وقدرنا نفرضوا اللعب ديالنا وقدرنا نديروا اللعب ديالنا، ولكن هما جاتهم جوج فرص استغلوها، حنا ما استغليناش الفرص اللي جاتنا. بالنسبة لمقابلة اليوم كانت كثير صعبة على المنتخب المغربي، سجلوا المنتخب الفرنسي سجلوا هدف في أول المقابلة، ما زاد صعب الأمور أكثر، ولكن كان شفنا ندية، يعني شفنا ماتش كبير من طرف الفريق المغربي اللي هاجم كثير وحاول أكثر من مرة عشان يحرز هدف التعادل، ما تمكننا للأسف. بس احنا فخورين بالمنتخب المغربي اللي وصل لهذا الدور هذا، اللي لاول مره في التاريخ العربي يعني او التاريخ الافريقي اول مره كيوصل اي منتخب افريقي او عربي لهذه المرحله هذه. ان شاء الله الهارد لك المسابقات الجايه ان شاء الله، ونكون احنا من المتواجدين ان شاء الله.